الواحدة بتوقيت الجزائر، نشرة مفصلة للأخبار. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ صحفي وعمال الإذاعة والتلفزيون بمناسبة الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية على المؤسستين الوطنيتين. أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضير للقمة العربية تنطلق اليوم، وتجند إعلامي متميز لضمان تغطية احترافية لقمة دون ورق تبرهن قدرات الجزائر التكنولوجية العصرية. الوسائط الإلكترونية تكتسح مجال الصيانة والترميم بتطبيقات رقمية تستقطب اهتمام الزبائن، والعينة في النشرة نتابعها من تلمسان. ونتابع من إليزي مجد الأجداد يتغنى به الأحفاد في المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الترمية. أهلا بكم إلى التفاصيل. في المستهل هنأ أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صحفي وعمال الإذاعة والتلفزيون بمناسبة الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية على هاتين المؤسستين. وكتب رئيس الجمهورية على حسابه الرسمي في تويتر: يتجدد اليوم 28 أكتوبر 1962 عهد الشهداء والمجاهدين في ذكرى استعادة السيادة الجزائرية على الإذاعة والتلفزيون من الاستعمار الغاشم. تهنية الخالصة للصحفيين وعمال هاتين المؤسستين بهذه المناسبة الغالية. إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الآن. وفي إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 31 بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الداخل، تنطلق ظهر اليوم أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني في الخارج محمد سالم ولد مرزوق. هذا اللقاء مفيد جدا، ولن تهمين علاقات ثنائية بين بلدين الشقيقين، وهي علاقات ضاربة في أعماق التاريخ، وكان أيضا فرصة لتقييم العمل العربي المشترك وتحضير أعمال هذه الدورة والقمة في عقد جمهورية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. كان هذا اللقاء أيضا درج بإطار التشاور المستمر بين البلدين حول قضايا ثنائية والعربية والدولية، وبين هذا التشاور أن هناك تطابق وجهات نظر في جمل القضايا اللي تهم الوطن العربي والبلدين. العمامرة استقبل أيضا وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي. كما استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد بن عبد الكريم الخريجي. ولتفاصيل أكثر حول أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، تلتحق بنا من المركز الدولي للمؤتمرات الزميلة خليدة حاج جلالي. خليدة، مرحبا بك، وهل لك أن تضعين في صورة جدول أشغال اجتماع اليوم وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية؟
نعم إبراهيم، من مركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، ننقل لكم هذا المباشر، أين تميزت الفترة الصباحية بلقاء الوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال العمامرة بنظرائه من الضيوف القادمين إلى الجزائر للمشاركة في القمة، بينما من المنتظر أن تنطلق أشغال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب للمشاركة في القمة ستنطلق الأشغال الفترة المسائية. من أهم ما يميز هذه الفترة هو الحضور الإعلامي القوي جدا لنقل مجريات أو كواليس هذا ما قبل الاجتماع، فيما سيعتمد جدول أعمال الاجتماع التحضيري في هذه الفترة المسائية. أيضا ينتظر النظر في عدة قرارات تم اعتمادها خلال الاجتماعات التحضيرية من قبل كبار المسؤولين والمندوبين الذين شاركوا بالاجتماعات نهار أمس. من أهم الملفات المنتظرة أن تطرح خلال جدول الأعمال القضية الفلسطينية، أين هي من أهم ومن أولويات الاجتماع التحضيري للنظر في سبل ومساعي تحقيق الجديد بالنسبة للقضية الفلسطينية، ويحظى الشعب الفلسطيني بحصوله على دولة مستقلة. أيضا الملف الليبي هو أيضا من بين الملفات المطروحة خلال هذا الاجتماع التحضيري، وهنا للجزائر نظرة واحدة وهي الوقوف على بنفس المسافة مع كافة أطراف الأزمة في ليبيا، والمساعي كلها لكي يتغير الوضع إلى الأحسن وفي ليبيا. من الملفات أيضا الملفات الاقتصادية مطروحة أيضا خلال جدول الأعمال، أن ينتظر أن يكون الأمن الغذائي من أولويات خاصة بالنظر إلى الحالة التي يعيشها العالم، وهنا يكون التشاور والتعاون العربي هو السبيل خلال هذه القمة. منطقة التبادل الحر، الاستثمار، الصناعة، كلها مسائل ينتظر أن تطرح خلال هذا الاجتماع التحضيري. إذا كما قلت الاجتماع التحضيري لم تنطلق بعد، ننتظر إلى هذه الساعة والمزيد من التفاصيل لاحقا. خالد حاج جلالي، وعن جدول أشغال اجتماعي اليوم لوزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية كنت معنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات، شكرا جزيلا الشكر. هذا وكان المندوب الدائم لدى الجامعة العربية حميد شبيرة قد كشف أمس في مداخلته لنشرة الثامنة عن جدول أعمال اجتماعي اليوم. ستنطلق أشغال على مستوى وزراء الخارجية، والذي الاجتماع سيدوم يومين، ومنها مباشرة ستنطلق اجتماعات القمة على مستوى القادة العرب. جدول الأعمال يتضمن العديد من القضايا السياسية واقتصادية واجتماعية. الجانب السياسي طبعا تتصدره القضية الفلسطينية، وعندما نتحدث عن القضية الفلسطينية في هذه المرة سيكون الوضع مميز، ومن خلال ما حصل من تقدم على مستوى المصالحة الوطنية الفلسطينية، سيقدم الوفد الجزائري على مستوى وزراء الخارجية وكذلك على مستوى القادة جملة من الأفكار لإثراء ملف الإصلاح وللمساعدة في إدخال تعديلات على الجامعة العربية بما يسمح لها بمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الجهوي والدولي. من بين الأفكار التي ستقدم التجربة التي بدأت في الجزائر والمتعلقة بالمؤسسات الناشئة ستارت أب. وبالمناسبة نوه شبيرة بالمجهودات الجبارة للتلفزيون الجزائري لمواكبة القمة العربية بكل موضوعية واحترافية ونزاهة تامة
في نقل مجرياتها. نتقدم بالشكر للتلفزة الوطنية على تغطيتها الكاملة للحدث ومواكبتها لهذه القمة، وعلى نقل الحقيقة للمشاهد الكريم وتقصي الخبر الدقيق والصحيح من المصدر. أقول هذا الكلام لأنه لاحظنا وسجلنا في الفترة الأخيرة ومنذ أشهر أبواق عديدة حاولت التشويش على هذا الحدث، حاولت بشكل مقصود ومغرض حاولت النيل من هذا الحدث والتشويش عليه. ولضمان خدمة إعلامية دائمة ومباشرة تسهر فرق التلفزيون الجزائري على نقل مجريات الحدث، حيث تم تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية تقول أيده. تجند إعلامي مميز لصحفيي تلفزيون الجزائري وفرقه التقنية هنا بمطار الجزائر الدولي لنقل الصور الأولى لوصول واستقبال ضيوف الجزائر المشاركين في القمة العربية. يصلون الليل بالنهار على خطى السلف وهم يحتفون بذكرى استرجاع السيادة على التلفزيون. جبنا كار كبير تاع 12 كاميرا ونسيان صار يصير في عندنا أسبوع وحنا هنايا دونك اون في دي ريبيتيسيون. التلفزيون الجزائري ارتأى أن يقوم بهذه التجارب الأولية وفريق التلفزيون مجند لكي يساير ويواكب هذا الحدث. دورنا هو التحضير الجيد والدقيق بكل الأبعاد على مستوى التلفزيون الجزائري، كما تتابعون نحن على مستوى بث تجريبي على مستوى المطار للتحضير إلى وصول الوفود العربية. التحضير يسبق قمة الفاتح من نوفمبر من خلال مرافقة الاجتماعات واللجان التي حلت بها الجزائر، واليوم كل الأنظار موجهة إلى لحظة وصول القادة المشاركين في القمة العربية. 24 كاميرا عالية الجودة موزعة عبر قاعات المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أين تعقد اجتماعات ومجريات قمة الجزائر. راح تكون ندوات صحفية على المباشر، راح تكون على التلفزيون الجزائري وعلى القنوات العربية بإذن الله. وضعنا كل الإمكانيات اللازمة والمطلوبة باش تكون الصورة في القمة إن شاء الله. عندنا ثلاث حافلات، الحافلة الأولى راهي في الدخلة، خدمتها استقبال الوفود الوصول تاعهم كيفاش يدخلوا قصر المؤتمر. كاين حافلة ليك اللي راهي الكبيرة اللي فيها بلوس دو موايان، هذيك تخدم لا غروند سال وين يجتمعوا رؤساء الدول، وحنا الحافلة هذه اللي قدامنا تخدم لي بوان دو بريس. والتغطية مستمرة لمواكبة الحدث العربي من خلال الطواقم الصحفية والفرق المتنقلة لضمان تغطية مباشرة وآنية. وتعقد الوفود المشاركة آمالا كبيرة لإنجاح هذه القمة عبر تقديم مقترحات عملية ترافقها تغطية إعلامية مكثفة لنقل جميع مجرياتها تقول جميلة موفق. هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال التحضيرات كبيرة وتواجد كثيف لوفود الدول العربية يصاحبه حضور إعلامي لافت وطني ودولي. لا حديث هنا إلا عن مجريات القمة وعن الآمال المعقودة عليها. التحضيرات حتى الآن الجارية للقمة العربية 31 تسير بصورة ممتازة، ونجعل شعار لم الشمل هو الذي يقودنا في كافة أعمالنا، وبالتالي تم التوافق على كل مشروعات القرارات المقدمة للقمة العربية. مشروعات كثيرة طرحت ومبادرات أمن عليها من جانب الدول العربية على مستوى استراتيجياتها الوطنية وعلى مستوى الاستراتيجيات القطرية والإقليمية أو على مستوى الدول العربية مجتمعة إن شاء الله. أمل وطموحات الشعوب العربية تنعقد على هذه القمة، خاصة أنها تسمى قمة التفاؤل، قمة لم الشمل العربي، قمة التجاوز، فنحن ننتظر من القمة العديد من القرارات التي تحقق طموحات الشعوب العربية، خاصة ما تواجهه المنطقة العربية من أزمات اقتصادية وسياسية. الجزائر وفرت للإخوة الأشقاء كل الإمكانيات لمسايرة الحدث لحظة بلحظة.
الجزائر استعدت استعداد كبير. المركز الإعلامي اللي موجود هذا من يعني من أفضل المراكز اللي شاركت فيها في القمة العربية. أنا شاركت من أكثر من 20 قمة عربية. زبهرنا صراحة من المركز الإعلامي الصحفي الموجود، وكذلك حسن الترتيب والإفادة وحسن التسهيل للصحفيين. نحن منذ أن حضرنا بنحو 3 أيام حتى اليوم بعثنا بنحو 12 رسالة وتقرير إلى مؤسستنا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزة، وما كان ذلك يمكن أن يكون ميسرا لولا التسهيلات والترتيبات المحكمة والجيدة التي وجدناها هنا في الجزائر. قمة الجزائر محط أنظار العالم، وهي فرصة حقيقية لتحقيق التوافق ولم الشمل البيت العربي. ولأول مرة في تاريخ انعقاد القمم العربية ستكون قمة الجزائر قمة دون ورق لتصنع التميز التكنولوجي العصري الحديث الذي يبرهن على قدرات الجزائر في المجال الرقمي، تقول ربيع أبو زيدي. الجزائر التي خاضت تجربة التحول الرقمي منذ سنوات تعد اليوم بضمان نقل تجربتها وتطبيقها في أشغال القمة العربية لتكون أول قمة بلا ورق. حينما تقرر جامعة الدول العربية أن تبدأ هذه القمة بلا أوراق، بالتأكيد هذا قرار جزائري في المقام الأول، يعني مبني على إمكانيات الجزائر في مجال الرقمنة واستعداد الجزائر لتطبيق هذه الرقمنة واستخدام هذه الرقمنة. ولذلك هذا تاريخ في سياق جامعة الدول العربية أن تبدأ وتدخل الجزائر، أن تكون هي الأولى والمبادرة أو المبادرة لاستخدام الرقمنة. أول قمة نوعية أن نجلس جميعا بلا أوراق نتحدث ونتباحث. إعلاميون يجمعون على تفرد الجزائر في نوعية التنظيم والتجهيزات المستحدثة لضمان تغطية إعلامية متميزة ترقى للم الشمل العربي. وفرت الجزائر قاعتين للصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية مجهزتين بآخر التقنيات في الإعلام الآلي بحواسيب جد متطورة من الجيل السابع بإنترنت عالي التدفق. بصراحة هذه التقنيات المتطورة التي وفرتها الجزائر أنا متأكد وعلى ثقة أنها ستعطي قيمة إضافية للقمة العربية. لاحظنا الكثير من الإشادة من معظم أو كل الصحفيين الأجانب الذين بدأوا يتوافدون إلى هنا للجزائر لتغطية القمة العربية، وهذا شيء يشرف، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الإعلاميين الجزائريين والأجانب والعرب على حد سواء. الإعلاميون العرب يجمعون على تفرد الجزائر في نوعية التنظيم والتجهيزات المستحدثة لضمان تغطية إعلامية متميزة ترقى للم الشمل العربي. وصحف الوطنية الصادرة اليوم أجمعت على الأهمية القصوى التي تكتسيها القمة العربية في دورتها 31 بالجزائر في ظل الظروف الدولية الراهنة، مؤكدة أن هذا الموعد يعتبر فرصة تاريخية للم الشمل العربي والنهوض في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. فوزية تاج في المتابعة. القمة العربية العنوان الأبرز في الصحف الوطنية الصادرة اليوم للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الاجتماع العربي ومواضيعه الحساسة للم الشمل العربي والنهوض بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية، حيث خصصت يومية الشعب مساحة واسعة من صفحاتها وعنونت موضوعها بإجماع على إنجاح قمة لم الشمل العربي. اتضمن المقال أهم ما عالجه المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين لإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري من قضايا الأمن الغذائي لمجابهة تداعيات الأزمة العالمية، كما تطرقت إلى بنود وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. القمة العربية ستتوج بوثيقة إعلان الجزائر، عنوان صادر عن جريدة النصر، وذكرت ما جاء على لسان مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة أن هناك وثيقة ستتوج أعمال القمة وستعلن أمام القادة والوفود تحت عنوان إعلان الجزائر.
أما جريدة الخبر فقد خصصت صفحة كاملة عن القمة ومجرياتها بعنوان الجزائر تمنح فرصة تاريخية للعرب من أجل النهوض ولم الشمل، حيث كتب صاحب المقال أن لم الشمل العربي أصبح أكثر من ضرورة يرتكز على توافقات تكون ركيزة أساسية لتأسيس لتكتل إقليمي يهدف لخدمة والدفاع عن مصالح الشعوب ودول المنطقة. الشروق اليومي عنونت فلسطين أولا، هذه أبرز ملفات القمة العربية بالجزائر. وكتب صاحب المقال أن القمة تبحث عن سبل مساعدة الشعب الفلسطيني وملفات أخرى كالملف الليبي والسوري وقضايا أخرى تهم الشعوب العربية. الصحف الناطقة بالفرنسية هي الأخرى ركزت على أهمية القمة العربية، صدر عن لوريزو بعنوان الجزائر في موعد، ونقلت تصريح سفير الجزائر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية عبد الحميد شبيرة أن مشاركة الوفود وحضورها إلى الجزائر برغبة في إنجاح هذا الموعد الذي ينتظر أن يشكل محطة كبيرة في مسار العمل العربي المشترك. لوسواغ دالجيغي اعتبرت كل الملفات المطروحة ساخنة، حيث نقلت تصريحات بعض الوفود الذين أقروا بوجود أفكار جديدة في الملفات السياسية والاقتصادية. في الانشغال الصحي أكد اليوم من العاصمة وزير الصحة عبد الحق سايحي خلال زيارة تفقدية رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو لمصلحة طب الأورام بمستشفى الرويبة بمناسبة الشهر الوردي، أكد على الجهود المبذولة للدولة من أجل تحسين ظروف التكفل بالمرضى. هناك مجهودات الدولة تبذلها، ونحن نعترف بأن هذه المجهودات هي من صميم اقتناع الدولة أن كل المرضى يجب التكفل بهم وحمايتهم. واخترنا الرويبة لأن لنا مشاريع في هذا المجال، مشروع سيكون عن قريب هنا مركز للأشعة ستكون هنا لتخفيف الضغط، ونفس الشيء الجهة الغربية ستكون على مستوى بني مسوس، سيكون هناك أيضا مركز آخر للتكفل بالأشعة. قطاع التضامن الوطني له جانب كبير من التحسيس حول جميع الأمراض، وخاصة بالنسبة لسرطان الثدي بكون أنه يختص بقضايا المرأة وخاصة في المناطق النائية. يعني احنا في تواصل دائم مع قطاع الصحة، ونحن مستعدين دائما للتنسيق عبر الخلايا الجوارية التابعة للقطاع من أجل التخفيف من حدة هذا المرض. وهذا ما وقفت عليه يعني شخصيا في هذا العينة من المؤسسة الاستشفائية بعد زيارتنا التفقدية للكثير من الولايات. شفى الله كل المرضى والمصابين. إلى عالم الابتكار، حيث تعد التطبيقات الرقمية وسيطا إلكترونيا لا يستغنى عنه في قطاع الخدمات. العينة اليوم من ولاية تلمسان مع إحدى المؤسسات الناشئة التي حققت نجاحا في مجال الصيانة وترميم البنايات، نتعرف عليها مع صوفيان مقنين. عثمان حرفي في نجارة الألمنيوم، يتنقل بسيارته الخاصة إلى منزل الشاب أمين في أحد أحياء تلمسان لتصليح مرآة في الحمام، والشخصان لا يعرفان بعضهما البعض إلا من خلال تطبيق هاتفي. بحكم أن عندي انشغالات بزاف في اليوم التاعي، أبليكاسيون هذه تسهل لي الطريقة، وزيادة على هذا أنني كندير أي شغل ولا يوصلوني بزاف لي زوفر من هذا الابليكاسيون، ونختار السعر اللي يساعدني واللي والمني، وأيضا البروفيسيونال اللي يكون مليح وعنده خبرة في هذا في أي مجال ندومونديه. عندي اشتراك سنوي في هذا التطبيق، وستديري عيطوا لي أشخاص ولا مؤسسات نخدم منهم، وزيد ندير لهم أن ديفي يكون استدير باش نخدم ونكمل لهم استدير وفيني لهم. التطبيق وضعه الشاب المهندس أسامة بيلامي، والذي يعمل في مكتب بمساحة 6 أمتار مربعة، ويسير إلكترونيا أكثر من 2500 عملية وساطة سنويا. المهمة الرئيسية على التطبيق يعني كيكون كاين مشكل عند زبون باغ اكزومبل يعاود الصبيغة في دارو، اوكي يبيبلي البزوان تاعو، وهكذا يقدر يكومباري ما بين عديد من الحرفيين ويقدر يختار الأفضل ما بيناتهم.
المقر تاع شركه تاعنا راه متواجد في تلمسان حاليا، ولكن بفضل الانترنت ما عندناش حدود، دونك التطبيق متواجد في 15 ولايه. مثلا اكثر من 70% من المشاريع اللي راها تجوز على التطبيق متواجده في الجزائر العاصمه. 60% من الجزائريين تقريبا يمتلكون هاتفا ذكيا موصولا بالانترنت، وهو ما يشكل فرصه كبيره لاصحاب الشركات الناشئه في تطوير الخدمات بين الاشخاص في مختلف المجالات. ومن أضرار أكد مشاركون في ملتقى حول الخبرة القضائية في المجال البنكي نظمه مجلس قضاء أضرار، أكدوا على ضرورة الاعتماد على مختصين في المجال البنكي لإنجاز الخبرة القضائية. تقول وهبة مزوج: غالبا ما تحدث منازعات متعلقة بالمعاملات البنكية ومعالجتها تتطلب تحقيق التقارب بين القضاء والقطاع المصرفي. هذه الخبرة القضائية في المجال البنكي، في المعنيين بهذه بإعداد هذه الخبرة القضائية في المجال البنكي هم خبراء، هم 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 تقنيين، هم بنكيين، هم ماليين، هم محاسبيين. هناك بعض الحالات كان لازمنا خبير قضائي لتسهيل المأمورية علينا وعلى القضاء وعلى الزبون بحد ذاته. نظن يعني راح يكون عامل مهم جدا في تذليل العديد من الصعوبات وحل العديد من المشاكل العالقة بين الزبائن والبنك. التعامل مع الخبراء البنكيين قبل وصول النزاع إلى القضاء من شأنه التقليل من عدد القضايا التي ترفع إلى القضاء وربح الوقت. خبير باعتبار حلقة الوسط بين القضاء وبين المؤسسات البنكية، لابد أيضا أن يكون يملك من القدرات المعرفية ومن المعلومات الفنية ما يستطيع من خلالها أن يحقق المبتغى من الخبرة القضائية في المجال البنكي. تعداد وتسجيل جميع المشاكل التي تواجهها الذي يواجهها سلك العدالة في ما يخص إنجاز الخبرة القضائية في المجال البنكي. هي تسهيلات قضائية للدفع بعجلة التنمية في مختلف الاستثمارات الاقتصادية. في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية مستغانم من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات. تم توقيف 3 من أعضائها تتراوح أعمارهم بين 32 و 38 سنة، ينحدرون من ولاية مستغانم، وهران وبجاية، وحجز أكثر من 1 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين. كما بيّن التحقيق أن أحد المشتبه فيهم الموقوفين مبحوث عنه طبقا لأمر بالقبض في قضية التزوير واستعمال المزور والتهريب الدولي للمخدرات عن محكمة الوالي. خلال التحقيق تم حجز عدة مركبات خاصة بالمشتبه فيهم، 4 منها تحمل ترقيم ولاية مستغانم وواحدة تحمل ترقيم أجنبي، ومبلغ مالي قدر ب 4 ملايين و 700 ألف سنتيم. عن قضية الحال تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد سالف الذكر، سيحالون بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم. كما تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية تمرس من حجز كمية معتبرة من المهلوسات بالإضافة إلى مخدرات صلبة كانت موجهة للتسويق. في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات والمتجرة بها والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية الشرطة القضائية أمن ولاية تمنغست من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص متورطين في قضية حيازة تخزين ونقل المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية ذات صنع أجنبي بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. في أخبارنا الدولية، وفي الذكرى السنوية 66 لمجزرة كفر قاسم، تتواصل الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، حيث نفذت عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات بعدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، اندلعت خلالها مواجهات أسفرت عن عديد الإصابات في صفوف الفلسطينيين. وفي الفلبين ارتفعت حصيلة هلك العاصفة المدارية القوية نالجاي التي أسفرت عن فيضانات عارمة وانهيارات أرضية ارتفعت إلى 72 شخصا. وحسب إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية، فإن رياح الإعصار ستبلغ سرعتها القصوى
ستبلغ اليوم 95 كيلومترا في الساعة. عودة الآن إلى أخبار الوطن ولحسابه بالدور التصفوي الثاني لكأس أمم إفريقيا 2023، يواجه اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة أقل من 23 سنة، يواجه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بملعب 8 ماي 45 بسطيف، وهذا ابتداء من الساعة 6 مساء. كما يخوض المنتخب الوطني للاعبين المحليين اليوم مباراة ودية أمام نظيره المالي ابتداء من الساعة 3:30 زوالا بمدينة الطبرقة التونسية، وهذا في إطار استعداداته لنهائية بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر بداية من 14 جانفي المقبل. فبالتوفيق لعناصرنا الوطنية. من الرياضة إلى الفن، حيث افتتحت بولاية إليزي الطبعة 8 للمهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الترقية الذي عاد بعد انقطاع لسنوات عديدة، التقت فيه الأصوات الشابة لتتغنى بمجد الأجداد. يقول إبراهيم بالخير: مجد الأجداد يتغنى به الأحفاد، هو شعار المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الترقية في طبعته 8 الذي عاده بعد انقطاع دام 7 سنوات بمنطقة التصيل نزجر. ما يميز هذه الطبعة عن الطبعة السابقة هو أن هذه الطبعة اخترنا لها أن يكون شعارها مجد الأجداد يتغنى به الأحفاد، وذلك لتماسك لإيجاد الحلقة الضائعة بين جيل الخلف وجيل السلف. وبطبيعة الحال هذه السنة فيه عديد الولايات مشاركة، ولايات أضرار، تمرس، وجانت، وكذلك إليزي، وإن شاء الله يستمر مثل هذه المبادرات الثقافية اللي عندنا بزاف ما شفناش هذه التظاهرات كما هذه. أسنو سادي أضغ الولاية تغنى ليزي نميت الولاية تنجانت نغطى التظاهرة تموستين يروان جري نغدس أيو كان إذن صديس وتيان تنمرت نسان دي معنى كذا سموسين إن رنا نغد نلب الدعوة تغسى نغدك فن. مهرجان ترتقي من خلاله الأسماع وتلتقي الأصوات الشابة احتفاء بالكلمة المعبرة وصونا للذاكرة الشعبية. جانا مثل الثقافة نتاعنا نتاع تمارس، وعجبنا الجو بزاف خاصة من ناحية التنظيم ومن ناحية أي حاجة كاع، وبارك الله فيهم وحاجة زينة والله. أول مهرجان شفناه يعني منظم كيما هكا وعجبنا بزاف. أنا وغالجمت أموت وغالجمت يسوتي وأنا الحفلة أرطينا التوساتين مدانت من بنا يولي ورني إزاي أنا من أنا دوت مداني جراز أنا وطن مرت نوان. إحنا نجمع التاصلي وفرحنا كي قدمنا الأغنية التاريخية، فرحنا والحفلة جات متناسبة مع العطلة. لقاء يتطلع من خلاله شباب الإمهاغ إلى إحياء التراث الثقافي للمجتمع التركي. ونختم النشرة بتسمية بعض الشوارع والحدائق والمرافق باسم دول وشخصية عربية، تأكيدا على أواصر الأخوة بين الجزائر والعرب ومدا لجسور المحبة وروابط العروبة. يقول وليد زناتي: الجزائر المحروسة سميت بهذا الاسم منذ قرون، وهي اليوم تحرس امتدادها العربي وتحرص على لم شمل العرب، حرص يلمسه المتجول في شوارعها والزائر لبعض مرافقها، وذلك لرمزية أسمائها. مرنا في حديقة بيروت في حي تاتي ريملي، دار نجيو ليها أنا وصحابي، العائلة تاع الحي تاني جو قعدوا فيها مع العشية. حديقة بيروت مسمية على العاصمة اللبنانية، هذا يدل على أنه كاين علاقات ودية ما بين الجزائر ولبنان. وحنا الجزائر معروفة بتسميتها لعدة حدائق مثل بيروت وحديقة تونس. أنا في ساحة موريتانيا، وهذا الساحة مسمية على بلد عربي. جميع البلدان العربية حاضرة، سواء بأسمائها أو بأسماء عواصمها أو حتى بلمسات شخصياتها البارزة. هالمعهد عطولو تسمية
للملحن للحن النشيد الوطني تاعنا هو الاستاذ محمد فوزي. جاني الشرف اللي رحت لمصر وخدمت مع مصريين في الاوبرا تاع مصر مع المصريين. كان دائما كان تبادل ثقافي بيناتنا يعني من سنوات وسنوات، وشو زاد النشيد الوطني اللي لحنه محمد فوزي زاد عطاء ارتباط كبير بين الشعبين. الجزائر الجديدة تجدد تمسكها بامتدادها العربي وبرمزية هذه الأسماء تتأكد الروابط بين الأشقاء. بهذا نصل إلى ختام النشرة، بقي لنا أن نذكر بأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يهنئ الصحفيين وعمال الإذاعة والتلفزيون بمناسبة الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية على المؤسستين الوطنيتين. أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية تنطلق اليوم، وتجند إعلامي مميز لضمان تغطية احترافية لقمة دون ورق تبرهن قدرات الجزائر التكنولوجية العصرية. الوسائط الإلكترونية تكتسح مجال الصيانة والترميم بتطبيقات رقمية تستقطب اهتمام الزبائن، والعينة كما تابعناه في النشرة كانت من تلمسان. وتابعنا أيضا من إليزي مجد الأجداد يتغنى به الأحفاد في المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الترقية. ختام النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.